14 فبراير 2011 حدث شيء أكرر الآن، أن توحد الناس على هدف واحد. الهدف هو أن الشعب مصدر السلطات. بعضهم يرى أن هذا يمكن تحقيقه عن طريق إصلاح النظام، بعضهم يرى لا يرى إلا إسقاط النظام. ولكن كان في إمكانية لأن يتعايش هذه المطالب، يتعايش هذه الناس تحت مظلة الدوار. الخوف اللي نخشى عنه التسوية، مش الحل، التسوية ممكن، تسوية الوضع ممكن، مثل ما حدث في أن تقتنع بعض القيادات الوطنية الطيبة بأن الأفق مسدود وأن الناس تعبت وخلينا ندور حل، ندور تسوية. التسوية تأتي بأن ولي العهد أو شيخ ناصر أو يعني يطلع لنا واحد من الأسماء هو إصلاحي، فخلونا نتعاون وياه، نتعاون وياه ونصل إلى تسوية للوضع مع تسوية تشمل إنه المعتقلين ممكن يطلعوا، بعض المعتقلين، بعض أهل الدراز يطلع لهم سفير، وولاد المخارجة يطلع لهم وزير، يعني من هالشكل. هالنوع من التسويات ممكن حصلت في السابق، حصلت في السابق وفي كل، يعني ما تفكر من 56 إلى 65 إلى التسعينات، كل انتفاضة السلطة تكافئ المعارضين بوزارة هذه التسويات اسمها عند المعارضة يجري تسويقها بأنهم يسعون للإصلاح من الداخل. وبالفعل يعني من 56 يجيب لك أسماء إلى التسعينات، يجيب أسماء بعضكم يعرفونها وبعضها، إن الكل يقتنع بأن هناك إمكانية للإصلاح من الداخل. بينما العطل الأساسي، ما أدري إذا هذا قصدك، الجرح، الجرح الأساسي اللي أرى هو إن اثنين يجب يتخلصون من طرفين، يجب يتخلصون من موروث الغزو، الغازي والمغزي. إحنا يجب الناس، خلي أسألك هني سؤال إذا تسمح لي، قبل ما أسألك بس خليني أشوف من الناس اللي يبون يتكلمون، بس خليني أسجل أساميهم. الإشكال أن المغلوب هو أيضا جزء من الإشكالية، إلى أي مدى تخلص المغلوبين من سبية أو من موروث الغزو؟ هل تجد الخطاب الحالي للشعب، لقوى المعارضة المختلفة في مناجزتها مع النظام، أنها تخلصت من موروث الغزو، أم أنه ما زال عالقاً؟ لأن البعض يقول أن اللهاث وراء التسويات ولهاث الشعب إن شئت، لأن أنت انشر خبر عن التسوية بتشوف حجم القراء إلى التسوية شيء مو معقول. الآن لا أقول أنهم سيوافقون على هذه التسوية أم لا، بس إلى أي مدى تشوف بالفعل أن لا، في بالفعل التكافؤ في النظر إلى الخليفة الآن؟ اللي نشوفه أن الناس بدأت تتخلص، لكن من السهل إعادة الاستبطان. يعني في ناس يسعون إلى تيئيس الناس من الحركة، ما في فائدة، وفي ناس مخولين أن يقولوا أن المشروع التغييري هو مشروع تدمير للذات، وأحسن شيء أن نحاول نتفاهم مع السلطة. هالنوع من هدول موجودين، وهدول يعني لا ترموا أنفسكم إلى التهلكة. اليوم نقعد هذا النوع من البشر موجودين، وموجودين أيضا نظرية ما لا يدرك كله لا يدرك جله وإلى آخره، في التفسيرات في تراثنا الشعبي والعربي موجودة تبريرات كثيرة. بس في تاريخنا أيضا الخوف من أن الفريق الثاني يحصل، إذا إحنا ما نروح غيرنا بياخده. وهذا بالضبط اللي كان الأمير حمد لما كان يقول للناس اليساريين قالوا لي هالشكل، وقالوا لي الدينيين هالشكل، يعني هذا بهالعبارات، يعني عبارات فجة ما يصدقها إلا جاهل، لكن الناس من كثر ما تسمعها يصدقوا. التيئيس ممكن،
وفي ناس موثوقين منهم. أنا والله أحب كثير من الناس، هذا يجيني يقول لي والله أنا كلمت يا ولي العهد وقال لي إن الأمور كلش بتصير زينة. ما قاعد أشكك في الرجال، الرجال آدمي وهذا وأنا أحب. فالناس أيضا تصدق، والوكلاء اللي عندنا، الوكلاء الذين شغلتهم العائلة من 1783 ارجعوا للتاريخ، لم تدر العائلة الخليفية مزارعها بأيديها، كانت لديهم وزراء من الشيعة، من كل قرية هناك وزير يقوم بتولي الزراعة وإلى آخره. فالعائلة الخليفية اللي تعودت منذ 200 سنة وبالذات منذ عيسى بن علي، وما زال الوكلاء موجودين. شكرا دكتور. شباب تساعدوني إذا تختصرون قدر المستطاع. علي مشينا تفضل. بس كنت حاب أضيف أنه أحد الحوافز أيضا اللي شجعت الثورة هو التغير اللي حصل في تونس ومصر، إضافة إلى ذكرى الانقلاب وأجواءها. وما إذا فصل هذا الموضوع تغير، بس أريد أتكلم عن أنه حالة الصمود والاستمرار. حالة الصمود والاستمرار أعتقد أن أحد أسبابها الرئيسية هو البعد العقائدي، لأن مستوى البطش والقمع لم يكتفي فقط في التعذيب والقتل. وأتصور أن الشعوب العربية اعتادت أن تعتاش مع الظلم والسجن والتعذيب والقتل، لكن لا يوجد شعب يتعايش مع احتلال مثل دخول السعودية، ولا يوجد شعب يتعايش مع نظام يستهدف الدين والمعتقد بشكل مباشر، وهدم إلى المساجد والتخريب والتحريض على الشيعة والقطع على الهوية أعتقد له الأثر الكبير، بس هو نوع من المفاصلة مع والقلق مع تمام. نكست علي. النقطة اللي بعدها، أنا أعتقد أنه لو تحدثنا إحنا واجب عن التوحد وعن مشاكل التوحد وغيره، أعتقد أن اللي يصنع ويرمي الشم هو الحدث والانتصار. في الدوار ميدان الشهداء استطاع الدوار أن يجمعوا كل الشتات والمتباينون على منصة الدوار لأنهم صنعوا حدث. عدا الحدث ما في شيء يصنع هذا، ما في أحد يذم ويسمون الشتات. أنا كنت بأسأل الدكتور عن تقييمه إلى مبادرة سلمان الأخيرة واجتماع مع الجمعية وما سيبقى له، لأن تتحدث في الماضي وشخص الحالة. شكرا علي. عندك سؤال ثاني؟ أشكرك علي الفاريز. شكرا علي. عندك سؤال ثاني؟ أشكرك علي الفاريز. أنا أكثر الشباب عايشنا فترة التسعينات ونعرف خارطة القوى شلون كانت، ومثل ما تفضلت كانت قيادة واحدة تدير الأمور، ليست واحدة بمعنى الفرد لكن متوحدة وتدير الأمور. أنا أريد منك تتكلم عن خارطة القوى اليوم في 14 فبراير، هل تجد أن هي مثلها التسعينات أم تغيرت تماما؟ حسب خارطة قوى المعارضة أم خارطة قوى؟ خارطة القوى الشعبية. أنا ما أتكلم عن المعارضة، لأن اليوم حتى الوفاق أو حتى أحرار البحرين لو أرادت تسوي شيء ما الناس ما ترضى يطلعون الناس بيتكلمون. وسائل التواصل الاجتماعي خلقت جو مختلف تماما عن الإعلام، ما عاد بإيد فئة معينة، الإعلام موجود عند الكل والرأي اليوم مسموع. سؤال رائع، إذا ممكن تتكلم. سؤال حلو، شكرا. أن تستفيد من عوامل المتلبسة في تغيير في الإقليم في الشرق الأوسط. أنا أصور ننقل البحرين إلى مرحلة تاريخية لم نستطع مع الأسف على مر قرن أن نحقق هذا الأمر. النقطة الثانية، عوامل القوة لا زالت بيد المعارضة، من حيث لم نقدم الشرعية للنظام ولن نقدم الشرعية للنظام، هذه مسألة جوهرية تماما. النقطة الثانية، ليست المعارضة إنما عموم الشعب لا يريدون أن يتركون الشارع، لا زالوا مصرين أن يبقون في الشارع. إذن هذه المسألتين بنظري أقوى عاملين أساسا نستطيع أن نفرض إرادتنا على النظام. الآن يبقى تلقى مسألة التباينات في الحلول السياسية. إذا مطلبنا حقيقي ونحن صادقين بالمطلب الديمقراطي والتحول البحرين إلى الديمقراطية، وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، إذن يجب أن نرتهن إلى مرجعية الشعب
في كل القضايا. من يطلب هذا المطلب وذاك المطلب لا يقول سوف يحاول أن يغير المعادلة إذا الأغلبية الشعبية اختارت هذا المطلب. تمام، إذا فكرة مصدر السلطة. إذا مصدر السلطة علينا أن تمام. سؤالي هنا دكتور، كيف نستطيع أن نعمق هذه الثقافة الديمقراطية الحقيقية ونمارسها بين وسطنا نحن كمعارضة؟ واضح أن في هناك خلل. تمام، إذا ثقافة أن الشعب